بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب في طلبة المرحلة الرابعة بقسم الهندسة الميكانيكية الفرع العام. إن شاء الله اليوم محاضرتنا هي حول مناقشة تصميم الباور سكرو. عرفنا على الباور سكرو وقلنا هناك في المحاضرة السابقة، وقلنا هناك نوعين من الباور سكرو اللي هو السكوير ثريد والأكمي ثريد، وكل واحد بيهم تخصه معادلات وجداول خاصة به. إذا جينا على المثال الأول، يقول a square thread power screw has major diameter of 32 mm and the pitch of 4 mm with double thread. يعني يقول لي power screw مربع، القطر الرئيسي مات 32 mm والpitch مات 4، والخطوة كذلك عدد أسنان 2. The given included data friction factor يساوي friction color factor يساوي 0.08. مطيل معاملات الاحتكاك للكولر وللباور سكرو هن مساويات وتساوي 0.08. مطيل الديكولر يساوي 40 ملمتر، كذلك مطيل القوة تساوي 6.4 كيلو نيوتن بير سكرو. أوجد the through depth، وليد من عندي الويث depth thread، وكذلك البيتش دايميتر والماينر دايميتر والليد. المطلب الثاني يريد التورك العزم اللازم لرفع وخفض اللود. المطلب الثالث الافيشنسي خلال عملية الرفع. المطلب الرابع الستريس بودي اللي هي التورشنال والكمبرسيف ستريسز. اجي على الحل من خلال الشكل ادناه بالسكوير ثريد، يتبين بانه عمق السن وعرض السن هو يساوي بيتش على 2. بما انه البيتش يساوي 4، اذا عمق السن وعرض السن يساوي 2 مليمتر. كذلك عند الدي مين يساوي الدي اوتر ناقص البيتش على 2 ويساوي 30 مليمتر. الدي روت يساوي الدي اوتر ناقص البيتش ويساوي 28 مليمتر. والليد يساوي الان في البيتش ويساوي 8 مليمتر. هذا فيما يخص المطلب الاول. المطلب الثاني اللي يخص التورك اللازم لرفع الحمل، اطبق معادلة التري رايزنج اللي موجودة عندي بالمحاضرات، وعوض عن كل قيمة بما يساويها، راح يطلع لي التري رايزنج هو 26.18 نيوتن متر. كذلك الحال نفسه بالتي لورينج مع اختلاف بسيط بالإشارات في المعادلة. وطبق كل عن كل قيمة بما يساويها، راح يطلع لي 9.77 نيوتن متر التي لورينج. لاحظ هنا بأنه تي لورينج لازم يطلع لي أقل من التي رايزنج. عندي المطلب الثالث الإفشنسي اللي تساوي الإف في الليد على 2 باي في التي رايزنج. دائما الإفشنسي أشتغلها على التي رايزنج، يعني حتى إذا ما ذكر لي بالسؤال يليد للإفشنسي للتي رايزنج لازم أشتغلها على التي رايزنج، يعني التورك رايزنج. الافشنسي تساوي اف في ال على 2 باي تي ار ويساوي 6.4 في 8 على 2 باي في 26.18 ويساوي 31.1%. بينما عندي البادي ستريسز اللي هي التورشنال ستريس والنومينال الاكزيال ستريس والكومبرسيف ستريس، عندي المعادلات بالنسبه للتاو يساوي 16 تي ار تي رايزنج على باي في الدي تكعيب روت. طبعا هنا أنا التاو استخدم اعظم تورك اللي هو تي رايزنج، واستخدم اقل قطر اللي هو دي روت حتى يطلع لي القيمة العظمى للتاو اللي راح تسلط على السن. عندي تي رايزنج هو 26.18، وعندي الدي روت هو 28 مليمتر، واحد الوحدات تي رايزنج احولها نيوتن مليمتر حتى يطلع لي تاو يساوي 6.07 ميجا باسكال. كذلك الاكزيال نومينال ستريس السيجما تساوي ار ناقص 4 اف على باي في دي روت سكوير، استخدم كذلك الدي روت حتى اطلع الماكسيمم اكزيال نورمال ستريس، اعوض عن كل قيمه بما يساويها، راح يطلع لي ناقص 10 0.39 ميجا باسكال. هذا فيما يخص المثال الاول اللي هو عباره عن السكوير ثريد. المثال الثاني عندي حول الاكمي ثريد.
إذا نقرأ نص السؤال يقول a screw jack with the outer diameter، منطيني ال outer diameter مال السكرو هو 24 مليمتر، منطيني كذلك the acme thread نوعه هو acme screw is used to rise load of 4.45 كيلو نيوتن، اللود المسلط اللي لازم أرفعه هو 4.45 كيلو نيوتن، منطيني a plane thrust collar of 38 main diameter، منطيني الدايمتر مال الكرة هو 38 مليمتر، كذلك الـ coefficient of running friction and estimated، يعني عندي معاملات الاحتكاك للسكرو وللكولر هو 0.12 0.09 على التوالي، منطيني الهيليكس انجل بما انه عندي هو الاكمي ثريد لازم يعطيني فد معلومة عن الهيليكس انجل اللي تساوي 8.5 دقري، منطيني ارتفاع الصامولة هو 50 مليمتر. اوجد السكرو بيتش والثريد بيتش والانر اند مين دايميتر. المطلب الاول، المطلب الثاني يريد من عندي التورك لازم لرفع وخفض الحمل، كذلك الافشنسي خلال عملية رفع الحمل، كذلك يريد من عندي اجهادات القص والتحميل وال كومبرسيف والتورشنال ستريسز ان ذا سكرو. اجل المطلب الاول من خلال الجدول رقم 4 بالاكمي ثريد عندي الاوتر دايمتر هو 24 مليمتر، مقابلها راح تطلع لي البيتش تساوي ل 5 مليمتر. اذا الديبث من خلال الشكل 8 الديبث الثريد يعني عمق السن يساوي نصف البيتش ويساوي 2.5. عندي الدي مين يساوي دي اوتر ناقص بيتش على 2 ويساوي 24 ناقص 2.5 ويساوي 21.5 ملم. عندي الدي انر يساوي دي اوتر ناقص ان بيتش ويساوي 24 ناقص 5 ويساوي 19 ملم. المطلب الثاني اللي يريد من عندي اطلع التورك رايزنج والتورك لورنج. اكتب معادلة التورك رايزنج اشوف ما عندي فقط يعني كل المعلومات موجودة ما عدا الليد. الليد اقدر اطلعه من خلال الرسم اللي موجود بالمحاضرات. اذا ننتبه على تصميم السكرو هذا الليد وهاي اللمدة. طبعا اللمدة زاوية اللمدة بالليد بالسكوير ثريد وهي نفسها بالاكمي ثريد، يعني هم تساوي ليد على باي، يعني تال لمدة يساوي ليد على باي في الدي البيتش دايمتر مالت السن. اذا ارجع للمثال، اذا تال لمدة يساوي ليد على باي في الدي مين، اذا الليد يساوي تال لمدة في باي في الدي مين. لمدة موجودة 8.5 دقري والدي مين هو 21.5، استخرجناه من المطلب السابق راح يطلع لي الليد هو 10.09 ملم. كذلك عدد الاسنان اقدر اطلعه من الليد على بيتش ويساوي 10.09 على 5 ويساوي تقريبا 2.01، تقريبا راح يصير لي 2 threads يعني دبل threads. اطبق معادلة التورك اعوض عن كل قيمة بما يساويها راح يطلع لي التورك اللازم لرفع الحمل هو 21.34 نيوتن متر. كذلك الحال بالنسبة للورينج لود، اكتب المعادلة اطبق الارقام تقريبا راح يطلع لي التورك لورينج هو 6.415 نيوتن متر. كذلك اشوف التورك لورينج هو اقل من التورك رايزنج. بالنسبه للافشنسي هي ورك اوت ورك ان يساوي البي في ال على 2 باي في التي. التي هنا انا راح استخدم التي رايزنج، لان حتى اذا ما قلب السؤال لازم استخدم التي رايزنج حتى تطلع لي اقل كفاءه. اذا الافشنسي تساوي 4.45 او 4450 نيوتن في 10 في 0.09 في 10 ناقص 3 على 2 باي في 21.34 اللي هو التورك.
راح تطلع لي الكفاءة تقريبا يعني لل 33.5%. تاو بالنسبة للإجهاد القصي، التاو يساوي اللود على باي في الدي اي، يعني الدي ان ار في الاتش، عرض ارتفاع الصامولة في الدبليو اي. قيمة الدبليو اي اذا افتش عنها في الاكمي ثريد هي 0.7، الدبليو اي 0.77 والدبليو اوت 0.63 بالاكمي ثريد. اذا اعوض عن كل قيمة بما يساويها، اعوض عن اللود بال 4450 وعن الدي اي، عن الدي ان ار 19 وعن الارتفاع الصامولة 50 والدي اي والدبليو اي عفوا هي 0.77، راح يطلع لي 1.94 ميجا باسكال. السيجما اللي هو البيرنينج ستريس تساوي 4 بي على باي في الدي ان ار سكوير ناقص الدي اوتر في الام، ويساوي 4 في 4450 على باي في 19 سكوير ناقص 24 سكوير في 2، 2 هو عدد الاستان، تساوي ناقصا 13.176. بقى عندنا اجهادين، طبعا ذن اجهادين اللي طلعناهن اللي هو اجهاد الشير الدايركت شير مثل ما اخذناه بالمحاضرة السابقة، البيرنج سيت ريس طلعناه، وطلعنا الشير ستريس. بقى عندنا التورشنال ستريس وعندنا الدايركت كومبرسيف ستريس، يقدر الطالب يحاول بهن كواجب بيتي اضافة للواجبات اللي راح ننزلها ان شاء الله حول هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.